امتى بقى؟ امتى بقى ربنا يتوب علينا من خدنا في البيوت ونقف نقول كلمتين زي دول كده بقيمتنا بدل المرمطه اللي احنا فيها دي؟ على فكره بقى كلها قضيتين ثلاثه من نفس العينه دي، وساعتها هتلاقي نفسك واخد ترقيه استثنائيه وتبقى نضيفه حلوه كده زيهم. ده يا عم من نفس العينه دي انا مش مستحمل، مش ناقص. الف مبروك يا باشوات. الله يبارك فيك كريم باشا. كان نقول عقيد بقى. ها شكرين قوي، شكرين قوي يا ابراهيم. ما تركزش معايا يا حبيبي، ها ما تركزش معايا يا ابراهيم، اتكل على الله وشوف رايح فين. ربنا يكرمك، شكرين قوي. ولا فاهمين حاجه. طيب بعد ما تابعنا المؤتمر الصحفي بهمني ارجع لضيفي في الاستوديو الخبير الامني اللواء حسام كامل واساله عن اهميه الكشف عن ملابسات هذا الحادث. اهلا بيك مره ثانيه. اهلا بيك. كان في ايدينا تصرف. تصرف؟ تصرف ازاي يا باشا؟ اتصرف. اول مساعدتك. هو احنا رحنا في داهية ولا انا مش تهيألي؟ بص هو احنا لسه ما رحناش في داهية، بس اوعدك هنروح. يبقى درويش هيخر مش كده؟ بص وعلى حسب معلوماتي ما خرش قبل كده، بس الحقيقة ما جربتوش في امن الدولة. يا نهار اسود. طب افرض اتغابوا عليه جامد يعني؟ ده هو عارف ان احنا هنا. بص هو كل اللي يعرفه ان احنا في الفيوم عند ام بتاع، بس فين في الفيوم الله اعلم. ده على اساس ان في ميت ام بتاع في الفيوم يعني ولا ايه؟ بص هو انت تخف ايدك وتشد حيلك وتضرب لنا الفيستين بتوع كليه، خلينا نقلع من هنا. ماشي. بس القعده عندك، القعده لما تطول خليفه. ايه في ايه؟ مين الناس اللي قاعده معانا دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو في حد قاعد معانا؟ زي ما يكون في نفرين قاعدين معانا. تاخدش بالك انا اسمع ان المكان ده مسكون. مسكون؟ طمنتني. كنت قلقان يعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لا مسكون. مسكون. يالله احنا ونصيبنا. زي ما يكون حد سلم عليا. ما صدقتش عيني لما شفت رقمك موجود على الموبايل عندي. ده انا اللي ما صدقتش ايدي اللي تتقطع دي وهي بتتصل بيك. حبيبي يا وحش. بقول لك يا جلاد. اؤمر. انا عندي مصلحة عايزين نخلصها في ظرف 3 4 ساعات. ده هو ده جديد عليك؟ انت كل مصالحك كده يا برنس. بس المرة دي المصلحة صعبة شوية. كل سلاح ولي شدة. حرز قد كده اهو. عايزين نخلصه. بقيت فين؟ في الأمن الوطني. اوبا. بقول لك يا جلاد. أنا عايز الحرز ده بأي تمن. اديني فرصة لحد الصبح. ورد عليك. أنا كان نفسي تخلصتنا الموضوع ده في سواد الليل. مفيش الكلام ده، انت عارف ان الحرز جوه مخزن، وامن المخزن ما بيجيش الا الصبح، ولو عملنا غير كده هنتقفش مش هنسلكه. عارف. طب بقول لك ايه؟ لو خلص على الصبح يخلص على الساعه كام يعني؟ اعمل اتصالاتي واقول لك. معاك رقم القضيه؟ معيش رقم القضيه، بس بقول لك ايه؟ القضيه لسه طازه. قضيه الارهاب ووزاره الصحه. اوبا. كده خبط لزق. بأي تمن يا جلاد؟ بأي تمن؟ خليها على الله، واللي في الخير يقدمه ربنا. ماشي يا ريس. كانش له لزوم ده كله يا باشا، انت كلفت نفسك قوي يا باشا. لا ازاي؟ انا لازم نبسطك وتاكل وتشبع قبل ما اقول طلباتي. مطلوب الاكل بس يا باشا. قدامك اهو كل واشبع زي ما انت عاوز. يا باشا ده مسح زور. انا قصدي على الحلاوه. ما تقلقش انا هاكلك حلاوه لغايه ما تقول كفايه. هو في يا باشا حد بيشبع من الحلويات برضه؟ ما تجيب من الاخر يا فهيم بيه وتقول لي طلباتك ايه. احنا عايزين شويه معلومات بسيطه. عايز اعرف خط سير العربيه، ميعاد الترحيل، قوه التامين قد ايه، حاجات زي كده بسيطه.
انا صحيح سبت الداخليه بس ايدي لسه جوه وليا معارف ياما. 100 واحد هيدلنا يا باشا، بس انت قول لي اسم المتهم ايه. درويش عبد ربه الكتيان. مش ده الارهابي هو؟ ايوه يا باشا، بس ده امن وطني، يعني ترتيبات تانية خالص. انا ما طلبتش اي ترتيبات، انا كل اللي طلبته شويه معلومات. يا باشا ترتيبات ليا انا سعادتك، يعني على الاقل الواد اللي هيعص على القضيه ممكن يتلسع. على الاقل يا باشا اعرف المعلومات دي رايحه لمين. رايحه لي انا يا سيدي. لا لا مؤاخذه يا باشا، اللقمه دي مش مبلوعه. الله الله، ليه كده بس؟ يعني بالبلدي كده يا باشا، انا لو اتلطيت مش انت اللي هتغيتني. ما تخافش، احنا مسنودين على ظهر جامد قوي. طب ما تقول لي يا باشا مين هو الظهر الجامد ده قبل ما اسند عليه، على الاقل اعرف جامد ولا مخوخ. لا ما تقلقش، جامد جدا واسند براحتك. طب ما تقول لي يا باشا وانا كل ليك. امجد الديب تعرفه؟ امجد الديب كبير ده جامد بالقوي يا باشا. كده انت طمنت قلب يا باشا. خلاص ارتحت على الاخر يا باشا. اتفضل كل بقى وش كده. انت فتحت نفسي يا باشا.